اوكي جالس ادور فروق بين الايبادات الايباد اير والايباد الجيل العاشر. الايباد اير 4 او 5 نفس الشيء، الايباد الجيل العاشر فروق خفيفه موجوده في الخارج. فلو نركز مثلا المايكات في الايباد اير بيكون افضل في مايك هنا في الايباد اير، مركز اللي اشوفه فوق في مايك. فيعتبر هذا الاختلاف هنا في الخارج السمارت كونكتور مثل ما نشوف في الايباد اير نفسه نفس الايباد برو بالضبط. فالاكسسوارز يركبون نفسهم في الايباد برو، عندك الكيس هذا العادي او الكيبورد او بالتراك باد الكونكتور نفسه نفس المكان. لاحظت برضو كيف ابل تدقق على اشياء بسيطه جدا، بس شوف الكواليتي كيف المدخل لحق اليو اس بي سي من الداخل. شوف الايباد اير لونه سماوي، فشوف اللون داخل اليو اس بي سي. شوف الايباد الجيل العاشر كيف سماوي، راح يكون الايباد الجيل العاشر لون اصفر، كيف من الداخل برضو لون اصفر. فالتدقيق على الاشياء دي البسيطه اللي يعني اذا دققت على هذا الشيء اتمنيت انك تدققين برضو على شيء اكبر من ذا الشيء، فهمتوا؟ كان التدقيق يكون افضل. المهم اقرب من سلوان اوكي. فهذا الشيء من هنا اللي نشوف المغناطيس برضو اختلاف فيه. اير الجيل الرابع والخامس نفس الايباد الجيل العاشر في المغناطيس بالضبط، فيتشاركون نفس الشيء. وحتى البرو في المغناطيس كلهم ذيلي، اذا حجم صغير راح يركبون الكيبوردات كلها نفس الشيء. فهمت؟ المغناطيس هنا هذه سبيكرات، هذا يختلف عن ذيلي الاثنين. ف لو بنحطهم هنا، هنا المغناطيس خفيف في ذي الجهه. توزيعه المغناطيس قبل غيرتها ليش؟ علشان ما يركب الكيبورد بالعربي، ولو ما تقدر تركب الكيبورد برضه حتى لو انه توزيع نفس المغناطيس ما راح يشتغل الكيبورد، لان الكونكتور ذيلي الثلاث الدوتس ذيلي اللي موجودين في الخلف في الايباد برو، هذا الايباد برو او في الايباد اير مثل ما نشوف هنا ما راح يركبون هنا. يعني المغناطيس لو الايباد الجيل العاشر ركب على نفس الكيبورد ما راح يشتغل بسبب المغناطيس يعني. فمثل ما نشوف، وهذا الشيء يخليك حتى لو عندك غلفه ابل ما راح تقدر تركب على الايباد الجيل العاشر على اي غلاف لحق الايباد برو ولا اير الجيل الرابع والخامس. فمغناطيس هنا مثل ما نشوف غلاف نفسه ما راح يركب، يشبه يعني تحس انه بالضبط جاي عليه الا بحواف خفيفه تقريبا طالع. ليش؟ لان ترى الايباد اير في شوي بسيط يعني ما يبين، لكن يعني ما في ما يعتبر ذيك الحمايه عليه، لان الايباد اير الجيل العاشر الايباد اير الجيل الخامس والرابع فيهم المغناطيس والبازل يختلف. يعني مثلا اوكي هذا 10.9 وبرضه هذا 10.9، لكن الحواف اكبر بشكل بسيط. يعني لو بتقارن الايباد برو الحواف فيه هنا افضل بكثير مثل ما نشوف. فهذا افضل واحد بالحواف، لان الحواف هنا اقل منهم كلهم في الحواف مثل ما نشوف. ما راح تركز عليها كثير، لكن في اختلاف في الحواف، لكن لو بتدقق يعني في الاثنين اختلاف في الحواف هنا افضل شوي، لكن اعتبروا الاثنين بس ممتازين، لان الحواف دي تحتاج عشان مسكه الايباد نفسه. فنرجع حق الايباد الجيل العاشر، الغلاف يركب عليه نفس الغلاف، اي غلاف يعني لو انه في مغناطيس. يعني الحين لو ان هذا كيبورد مش كيبورد، غلاف عادي تقدر تركبه لو تحط جلو هنا يركب أو بدون شيء. يعني الأغلفة اللي بتجي بالضبط يعني تركبها بكليبسات ولا شيء راح تكون نفس الجيل العاشر، وهذه إذا كان ما تبي الكونكتر يعني بيركون يعني على المسا السمك الخفيف اللي يختلف على حسب الأغلفة الدقيقة اللي مرة. لكن كجهاز نقول لكم هذا الأيباد الجيل العاشر وهذا الأيباد برو M2، هذا هم اثنينهم نفس الأحجام، واختلاف الكاميرات اختلاف الإضاءة حق الشاشة. الايباد الجيل ما راح توصل إضاءة الشاشة نفس الايباد البرو 12.9، لأن 12.9 هناك في المينيليد، لكن برضه في اختلاف الشاشة يعني 500 نت ولا 600 في فرق حق الجدار وغيره. الليمونيتد ديسبلاي، فهذا الاختلاف برضه أنه كشاشة لو بتقارن الشاشة من الايباد الجيل العاشر
مع الايباد اير، الايباد اير الجيل الرابع والخامس افضل، لان الشاشه تكون يعني شو اقول لك، هذا بلاستيك اللي بالخارج والشاشه تكون مركبه على البلاستيك على طول مره، فما راح تشوف الجاب، ما راح تشوف الفروقات او المسافه. لو تمسك اي جهاز، لو عندك الجيل العاشر الجيل التاسع، راح تشوف فيه، لو تشغل الجهاز تشوف فيه فرق بين القزازه هذه وبين اللمس اللي داخل البانل حق اللمس. فهذه المشكله هنا، الايباد اير الجيل الرابع والخامس الشاشه وذي الممسوكين محطوطين مع بعض. ف ممكن هذا السبب انه خلت ابل ما يدعم لابل بنسل 2، ما اشوف انه سبب، لكن هذا الشيء الوحيد اللي بيتعامل معه ابل بنسل 2 الى الان. يعني ابل بنسل 2 ما يدعم الا الشاشات اللي تكون ما فيها الجاب ذي، ما فيها المسافه بين الشاشه وبين البلاستيك الخارجي. هذا الشيء الوحيد اللي باقي الان. فالايباد الجيل العاشر للاسف في المسافه ذي، فحق كتابه ما كتابه، انا بالنسبه لي يعني اوكي استخدامك استخدمته كل شيء، لكن هذا انا بشتري هدفي في الدراسه ولا شيء، هذا على طول كذا، وين دلجه اركبه كذا وخلاص، وعيش حياتك، استخدم الايباد وكل شيء ويشحن وكل شيء. اجي الحق هذا ليش اجيب لي الهم ده انه اوكي ما في ذا المكان ذا الجهه ولا ذا الجهه، ما في من المكان الابل بنسل حاطين الكونكتور هنا، ما يعني اول تقدر تشيل الكونكتور ترجعه في جهه، هذا مكانه هنا لكن للاسف ما يركب. شكل جديد هذا لكن مع ابل بنسل القديم. بالعربي انك تشتري هذا الجهاز لحق عادي ما تحتاج ابل بنسل، وانك ما راح تكتب يعني، ما ادري لو بكتب مستحيل اخذ، احس ان الجاب باين، ما ادري في الخطوط اللي شفت كيف هنا في العبارات الثانيه في فرق باين الانعكاس عندي. شوف كيف هذا ابل الايباد جيل العاشر وهذا الايباد برو او الاير نفس الشيء اثنينهم. شوف كيف الحواف نفس الشيء اثنينهم هذي لي، هذا شوف شلون الانعكاس باقي مسافه بين الزجاج الخارجي وبين الجهاز نفسه او شاشه اللمس. فهذا 12.9 الأخ الأصغر للآيباد برو، هذا الآيباد برو. فأور أول يعني لو بتكلم عن شاشات وبتأخذ الجهاز حق شاشات، تبي شاشة تبي ميني ليد، تبي شاشة أفضل شاشات الآيباد عند أبل في الام 1 والام 2 12.9 هذا أفضل الشاشات في سطوع الشاشة في الميني ليد تغنية الشاشة يعني نفسها، أما الرزولوشن نفس الرزولوشن الام 1 الام 2 نفس الريزولوشن، حتى اللي قبلهم ريزولوشن يعني تكلم نفس الشيء 12 مثلا الايباد برو 12 انش 12.9 انش ال A12X ولا A12Z نفس الريزولوشن، انا اتكلم عن التقنيات. هنا في 12.9 انش في الام 1 والام 2 صارت الميني ليد تقنيات ان السواد يكون البكسلات شوي طافيه، مش نفس اولد اولد لكن نفس الشيء كذا مستوي. ف لكن كتقنيات الشاشه في الايباد اير، لكن كتغنيات شاشة الايباد 11 انش البرو والايباد اير 4 و 5 نفس التغنيات الا السطوع يختلف. هنا لا، الايباد الجيل العاشر شكلا نفس هذي الاثنين هم البرو والاير 4 و 8 و 5 الشكل، لكن لو بتقرب هنا مدري انا عارف انه وسخ سناب شات المشوه، لكن هذه الفروقات الشاشة في جاب هنا في مسافة بين الشاشة نفسها، وهذه ما راح تحسبها عادي لحق الأطفال عادي لحق القلم، لكن الشيء الحلو في الشاشة ذي المفصولة إن لو تعطي طفلك وانكسرت الشاشة، إذا انكسرت الشاشة الخارجية بعض المحلات يقدرون يفصلونها الشاشة الخارجية يغيرونها لك، أما هنا لا والله صراحة عليك طبعا يقدرون يفصلونها بخيط وما أدري شنو، لكن ما راح تكون مضبوطة في فرق يعني. فهذا الشيء هنا الكاميرا، هنا الكاميرا اخيرا ابل حطتها في ذي الجهه. فالايباد الجيل العاشر اللي ما يستاهل ذي الميزه سوتها ابل، انك حطت كيبورد ولا شيء بيكون الكاميرا هنا نفس كاميرا اي لابتوب ولا شيء، مش في الجنب نفس الايباد برو اللي خليته في الجنب. الايباد برو الى الان الكاميرا هنا مع الايباد اير فوق، فحطتها ابل هنا
ليش لا تجي تقول لي لأن مغناطيس ولا قلم ولا حطته إن الكاميرا فالقلم ما يركب مغناطيس ترى في الجوانب يمسك يعني لا تجيب لي الحل يعني تقدر تسوي لك أرخص لها ما تغير الشاسة تأخذ الشاسة نفسها الكونكتر في الخلف وخلي الكاميرا هنا وحط القلم راح يكون كويس. المهم كاميرا هنا مع عندنا ذي ميزة كان في الايباد برو كان حطه هنا بتحطه في المستقبل أعرف كان القاب أحسني ما أدري ليش كل شوي أتكلم عن باين في الجنب ما راح يعيق أي شيء في الاستخدام لكن هذا الجهاز الايباد شو اسمه ده جيل التاسع شنو جيل العاشر والله جيل التاسع عندي برا بس إنه اختلاف كبير مرة الايباد اير الجيل الخامس والرابع الايباد برو الام 2 كاميرات طبعا يختلف هنا سبيكرات فعلية الايباد برو سبيكرات أربعة فعلية في كل الايبادات برو مش نفس الايباد اير ولا هذا هنا الفتحات اللي موجود في الايباد اير هم اصلا سبيكرات حتى الجيل العاشر سبيكر بس هنا يمين ويسار ولتحت بس سوكت مفتوح كذا اما الايباد برو ال11 انش و12.9 انش هذه السبيكرات فعلية اربع سبيكرات هنا وهنا هنا وهنا الايباد برو برضو صغير هنا وهنا هنا وهنا الايباد اير هنا وهنا هنا تحت بس فتحة موجودة نقدر نشوفها برضو أفضل بهذه الطريقة لو نجيب المغناطيس هذا الايباد اير شوف كيف هنا ما في سبيكر ده المغناطيس لحق الكونكتور اللي بس ما في سبيكر شوف السبيكر هنا نروح هنا شوف السبيكر الجهة الثانية هنا دي الجهة ما في سبيكر الايباد برو هذا سبيكر هذا سبيكر هذا سبيكر هذا سبيكر فشفت الاختلاف كيف هنا ما في الايباد الجيل العاشر ما في شيء مغناطيس سبيكر سبيكر مغناطيس فهذه الاختلافات برضو الحمد لله انه ما جابوا بعد سوى لك اياها بعد اكثر وحطوا لك هنا واي فاي 6 اي يعني مش يعني اقول اوه ليش ما حطته وانت ليش تبي تشيل لا اقول لك يعني لو بتخسر بالاشياء دي تغرق زياده انه ما خسرت في ابل بنسل 2 ما حطتها يمكن ابل بنسل 2 ما تبي تحطها الان في الايباد الجيل العاشر عشان على الاقل تقدر تقول الايباد برو في ابل بنسل يعني الايباد برو تقدر تقول ما في ابل بنسل 2 تبي عندك الايباد برو الايباد اير انه هنا لو بتحطه برضو راحت الدنيا على ذيك يمكن في المستقبل نزلت 3 تنزل هنا ممكن أو إن سلسلة الآيباد نفس الجيل العاشر والتاسع وتم هم هذه الجيل ده يتمون على نفس القلم الآيباد إير اللي استحق الترقية ويجلس على أبل بنسل 2 بعدين آيباد برو يطلع أبل بنسل 3 فيكون كذا الآيباد إير الآيباد الجيل العاشر والتاسع أبل بنسل 1 الآيباد إير أبل بنسل 2 الآيباد برو بعدين أبل بنسل 3 كده يختلفون لكن قاعد تنظف أبل إلى الآن ما وصلت حق المرحلة لكن لو بتسوي ذي الحركة على الأقل نزلت لنا أبل بنسل 1 أبل بنسل 1 مدخل يعني حددت أبل بنسل 1 مدخل USB-C بدل Lightning عشان نقدر نركبه كذا نتم نركبه بس على الأقل سويت شيء الشيء الحلو برضو في الجيل العاشر صار نفس البرو الكيبل نفسه برضو بريدد نفس الآيباد برو مثل ما أشوف الكيبل نفسه بالضبط الآيباد برو ما أدري والله كيس هذا كذا داخل العلبة نفس البريد اللي راح استخدمهم فنفس الحركة أما اللوجو أو مثل ما نشوف ما غيروها استكرات أبل ما حطت نفس لون الأيباد نفسه لا كلهم أبيض فهذه درجة خفيفة بس على الكلام نبدأ نستخدم الأيباد أو ما هي شو نستخدم الأيباد نسوي إخراج إحنا حق نظرة أولية بما أن الآن عندك أيباد جديد وأبل قررت إن ما تخليهم يركبون نفسهم فيعني لو إن مخلي المغناطيس نفسه كان استخدمت هذا الكيبورد الحقيقة لأن مقرر أنا ذا كان أشتري الفوليو العادي بدون كيبورد الايباد اير لكن للأسف صار الدور على هذا بما إنه قلم ما فيه كل شيء ما راح نشتري هالأشياء فهذا الايباد الجيل العاشر وما يركب إلا على الايباد الجيل العاشر الشيء الوحيد الفوليو لحق الايباد الجيل العاشر فقط على الايباد الجيل العاشر الكيبورد أو بتشيل الكيبورد وماوس والتراك باد يعني بالضبط نفس التراك باد هذا
لازم تشتري لحق الجيل العاشر لأنه ما راح يركب إلا بس على الجيل العاشر، ولا في فوليو أو السمارت هذا يعني، ما لو بتشتري الكيبورد ما راح يكون في مدخل ثاني لحق اليو اس بي سي هنا وتشحن نفس، لا لا هيكون خاص فيه ومدخل واحد اللي في نفس الايباد. شوف هذا كيف يفتحونه الحين كذا، ولا لازم في خيط ولا في شيء. اوكي هذا هو، شوف الاختلاف اللي بين، طبعا لا طلع الكيبورد، خلي الكيبورد يولي على جنب. كان اختلافات زي ما نشوف. طبعا ايام نزلت قبل ذيك الفتره الايباد برو 2018 نزلت كيس يكون نفس الشكل حق هذا حق 2018 اللي فيه ما في ليدار ما في كاميرا واحده. بعدين يوم قررت نزلت الجديد قامت تبيع بس هذه الاكياس، الاكياس شنو جابوا كيسز اللي يكون مفتوحين كذا، وتبي اي كيبورد يعني مثلا ايباد برو اللي عندك ما في الا كاميرا واحده تشتري الايباد برو هذا ويركب عادي، يكون فتحه صغيره نفس الحركه هذه. لكن هنا ما في الا فتحه واحده ونفس الحركه، ما في فتحة، ما في سمارت كونكتر لأنه بس فوليو عادي ما في كيبورد. علامة أبل هنا. أوكي لو بنحط الأيباد إير نشوف، ما إنه نفس كاميرا واحدة ما راح يركب ولا راح يسوي أي حاجة. أوكي كشكر يعني ركب بس ما في مغناطيس، واللون جاي عالي يعني كنت تبي عندك كذا ما في لك مغناطيس أو صمغ من داخل يثبت عندك، لكن ما راح يشتغل هذه الحركة أو إني مطفي أتوقع. يمكن خليها جنب الحين، ما لنا شغل إنك يشتغل ما يشتغل بذي الحركة لأنه ما راح نهتم لها. نجي هنا أوكي مغناطيس ركب على طول باين كذا وركب على طول مغناطيس يرتفع كذا. بس هذا الايباد الجيل العاشر، وهذا الايباد برو 12.9 انش، وهذا الايباد برو 11 انش، وهذا الايباد الجيل العاشر، وهذا الايباد اير الجيل الرابع والخامس نفس الديزاين نفس كل شيء، الفرق المعالج العمول. تفضيل بالنسبة لي اذا تبي 120 هرتز لحق العاب أخذ لك الأيباد 11 إنش أو 12.9 إنش على حسب الشاشة اللي تبيها وحجم الشاشة يعني والتقنية. إذا تبي رخيص يدعم الأبل بنسل 2 عندك الحلو ذا الأيباد إير الجيل الرابع ترى ممتاز برضو، أو الخامس إذا تبي الأمون لكن 60 هيرتز. هذا إذا ما تبي شيء اشتر هذا. هتسوي مراجعة إن شاء الله نتكلم عنها. بس الايباد الجيل العاشر ما ادري وين احطه يعني في اي مكان معاهم، بعدين نشوف. نسيت ما قلت لكم ابل بنسل هوفر، شوفوا كيف لو بقرب على اي شيء شوفوا كيف يتحرك، شفت كيف؟ طبعا مش بس ذا الشيء حتى الاشياء الداخليه بعدين تبون تقربون الحين بيقولون لي كيف نزل خلاص تولي، هل تسالني؟ هل يسالني عنه؟ شوفوا كيف؟ طبعا مش بس كذا برا، لو تدخل على البرامج وتدخل عندك فولدر ان تستعرض الشيء او انك مثلا تفتح ملاحظات عندك وتختار مثلا القلم اللي تختاره اللي تبيه. شو اختار هذا؟ اوه دقيقة واقول لكم شيء برضو، ترى الاقلام اللي تطلع لك هنا تقدر تفتر هنا وتطلع اقلام ثانية، الاشخاص اللي ما يدرون لا حد يوقف على الاقلام اللي موجودة هنا تقدر تفتر وتطلع ثانية، فتختار الشيء اللي تبيه اللون تختار القلم شوفوا كيف على اللون اللي تبي تحطه. مثلا انا بختار هذا الشيء اختار او خلنا على هذا شوفوا كيف اللون قبل ما اكتب عليه يطلع لي اللون عشان بس اكتب اعرف اللون اللي ابي انا بالضبط. تدري مثلا اختار هنا اختار الابل بس سليم هنا برضو، بس بختار مثلا العرض قمق اللون قمق شنو، فهذه الحركة مثل ما نشوف. لو عندك حافظة، لو عندك مثلا حافظة فيها أفلام ولا شيء على حسب المبرمج بشغلها بس أقرب عليها بالبنسر كذا مثل ما نشوف الحركة ذي تقوم تشتغل يعني يعطيني بريفيو لحق الأشياء الداخلية.
وبعض المبرمجين مثلا يقول لك قرب على الشيء قبل ما المس الشيء وفتحه مثلا هنا هذا الخط كذا اقدر مثلا المبرمج يسوي حط طلعت هبل فتختار الشيء اللي تبين كذا وتقدر مثلا بعض الابل حطتها لك انك مثلا اللي قربت على الشيء وتسوي بكذا فلاتفايز بعضهم على حسب الشخص اللي بيستخدم او المبرمج مثلا يحطون بعض المبرمجين مثلا يسوون يقرب وبالصبع الثاني باليد الثاني تقدر تحرك على الشاشه تكبر الخط تصغره انت كيفك او مثلا انت مقرب الحين هذا المختار الهايلايت اقدر مثلا انا مقرب كذا اضغطين احول على اليريسر اقدر امسح ارجع مره ثانيه اكمل كلها ابل سلتو دي قديمه الحركه التحريك لكن البريفيو هذه الجديده.